الحمد لله. أما بعد، من الأمور التي تنقض الوضوء خروج شيء من السبيلين كخروج البول أو الغائط أو الريح، ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل. ومن نواقض الوضوء النوم على غير هيئة المتمكن، أي على غير حالة القعود مع إلصاق دبره بمكان جلوسه، بحيث لا يبقى تجاف بينها وبين مكان جلوسه. أما النعاس فلا ينقض الوضوء، والنعاس هو الذي يسمع فيه الكلام لكن لا يفهم ولا ترى فيه رؤيا. ومن نواقض الوضوء أيضا زوال العقل، فمن غاب عقله بالجنون أو الإغماء انتقض وضوءه. واعلم رحمك الله تعالى أن من مكروهات الوضوء تقديم اليسرى على اليمنى، والزيادة على الثلاث في الغسل، والإسراف في الماء، والكلام الذي لا خير فيه أثناء الوضوء، وترك التسمية عند البدء بالوضوء. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.